فجأة هنصوركم ترى لا فجأة يا نرويجي مين يا عم انا مصري بالمصري بمصر ونيمي يعني كل ما يجي حد اكتئاب شيخنا ايوه وات يو دو شيخنا شغال في كوميونيكيشن تعمل ايه يا سامي بكتب مقالة طبعا دلوقتي مقالة 524 تقريبا بتاريخ اول مقالة طبعت كان خلال 12 اسمه بذاكر المهم اول مقالة 12 تقريبا 15/10 بيت الشير تقريبا 29/10 لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة انت بتشتغل ايه هنا؟ ايوه بالظبط مفيش غيره في الشركة ولا ايه؟ انا مش عارف اجيب الكرش ده كرش جديد لا جدا الكرش كبير جدا على انه يطلع في الكاميرا فعلا مش مسافه دي استنى بقى وعملت برامج كتير في برامج كتير من سنه جدا